مهمه جدا من كابتن محمود صالح نجم الاهلي. شرفتنا ونورتنا كابتن محمود. الله يخليك، سعيد اكون معاك يعني، وانا دايما يعني متفوق كده، وربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك. بشكر ضيفي اللي كان مشرفني منورني النهارده كابتن محمود صالح نجم الاهلي السابق، مدير اداره اكتشاف المواهب في النادي الاهلي. بنقول للنادي الاهلي كل سنه وانت طيب، 112 سنه من الانجازات والبطولات والارقام القياسيه والاساطير والنجوم، 112 سنه من المبادئ والكبرياء والدروس. دايما التاريخ هيكون الأهلي. كل سنة وانت طيب يا أهلي، نشوفكم الأسبوع اللي جاي مع الأشبال.